بسم الله الرحمن الرحيم. صورتكم تجاوز شارع غازي لبنان. بس أوجه رسالة السيد محافظ البصرة أسعد العيدان، أقول له هاي التجاوزات وطبقت القانون، أنا وياك نقول لك طبق القانون وبلش المتجاوزين، بس يكون في تطبيق القانون على الجميع مو على فرد وفرد. انت فلشت بشارع غازينة لبنان، وهذا انا قاعد اصور لك شارع غازينة لبنان وفلشت. اوكي لا هاي سايدين انت فلشين جزاك الله خير، بس من وصلت المكان انت ما فلشت، شنو الاسباب؟ ما يطبق عليهم القانون؟ لو اعلى من القانون. وس انا راح اصور لك يا استاذ اسعد العيداني ولجنة التجاوزات، شاهد المكان اللي وصلت له لجنة التجاوزات وما تفلش، شنو الأسباب ما تفلشت؟ هاي البناية العالية وهي بناية منظمة بدر، ما مشمولة بالتجاوز، حالة حالة المتجاوزين، هاي حالة حالة المتجاوزين، وهاي منظمة بدر هم متجاوزة على الرصيف وهم ماخذة تجاوز، ما حد فلش، وهاي منظمة بدر.